فذهبنا برفقة شيخنا. بعد رحلة طويلة بين المساجد وطلب العلم، فاضت روح الشيخ الدكتور علي حسين العيساوي إلى بارئها بعد معاناة مع المرض استمرت لسنوات. مدينة الفلوجة احتضنت حفلا تأبينيا لاستذكار مآثر الشيخ الفقيد وفضله. الشيخ علي حسين العيساوي إمام وخطيب جامع أبي عبيدة، وكان قبل ذلك إماما وخطيبا لجامع الفاروق. الشيخ رحمه الله من مواليد 1949، له من الأبناء 5 أبناء، أكمل شهادة الدكتوراه رحمه الله تعالى، وكان داعية قد مارس مهنة الخطابة في كثير من المساجد، وأيضا كان داعية حينما انتقل إلى أفريقيا لكي يبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ الفقيد كان من أبرز الدعاة إلى دين الله في الخارج، حيث تجول ببعض الدول الإفريقية والآسيوية داعيا إلى الله ومغيثا للمسلمين، حيث بنى المساجد وحفر الآبار ووزع المساعدات من أجل التواصل مع المسلمين في المناطق الأخرى من العالم. تميز الشيخ علي حسين العيساوي بأنه أنموذج للدعوة والدعاة، حيث بذل في سبيل الدعوة إلى الله إلى دول كثيرة جدا، وأبرز محطات هذه الدعوة داخل العراق في قرى كثيرة من قرى محافظة الأنبار والموصل وغيرها، وإضافة إلى سفره في أفريقيا في دولة سيراليون بالتحديد، وكانت له جولات أيضا في باكستان وفي الهند وفي غيرها من الدول، كدعوات يعني مؤتمرات دعوية وعمل دعوي كثير اشترك فيها وقدم كل ما يستطيع وأفنى شبابه في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. الرحمن الرحيم. فقدان العلماء خسارة كبيرة، حيث ابتليت الفلوجة بفقدانها الكثير من شيوخها وفقهائها وأئمتها بسبب المرض تارة، وبين العمليات العسكرية وعبث الجماعات المسلحة والميليشيات تارة أخرى، وأن إقامة هذا الحفل هو لاستذكار مواقف العلماء الأجلاء في تصحيح مسار المجتمعات.